البارحة توقيع اتفاقية بين سوريا وروسيا فيما يتعلق بالثروة السمكية والأحياء المائية، وجرى أيضا مجموعة من اللقاءات للترويج لقانون الاستثمار الجديد في سوريا وواقع الاستثمار في سوريا. اليوم يتم صياغة مشروع اتفاق يتضمن أيضا جملة من المشاريع الاستثمارية أو التعاون الاستثماري بين سوريا وروسيا. خلال هذه السنوات مع هذا التطور التدريجي أصبحت روسيا هي شريك التعاون الدولي الأول في جانب الاستثماري لسوريا. وفي عام 2021 المتوقع مع العدد من الاتفاقيات اللي جرى توقيعها مع الشركات الروسية أن تكون بالمرتبة الأولى والثانية. لا شك اليوم من يحجز الفرص أولاً هو يحصل على ميزة. من لديك اتفاقية اقتصادية على مستوى الاستثماري وعلى مستوى إعفاءات وغيرها هو يحصل على ميزة. هذه المزايا هي متاحة للدول الصديقة والأصدقاء سواء كانوا في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.